أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالتوجيه الملكي السامي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مراعاة للفترة الاستثنائية في ظل الوضع الراهن. وأكدت معاليها أنه تنفيذا للتوجيه الملكي السامي فقد وجهت الأمانة العامة بمجلس النواب إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة بالمجلس ابتداء من اليوم الأحد، وذلك مراعاة للاحتياجات الأسرية ولتمكين الأم العاملة من الرعاية المنزلية لأبنائها خلال الفترة المؤقتة لإيقاف الدراسة وتقديرا لدور الأم وإسهاماتها. وأعربت معاليها عن خالص الشكر والتقدير لما يوليه جلالته حفظه الله ورعاه من رعاية ودعم واهتمام لجميع أبناء شعبه وللمرأة البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة واللفتة السامية من جلالته للأم العاملة بمناسبة يوم الأم الذي تحتفل به مملكة البحرين، وتقديرا لدور الأم البحرينية وما تقوم به من مسؤوليات وما حققته من إنجازات متميزة في جميع المجالات.